مساءكم خير. وفي الشوط الثاني من مباراة مصر والسنغال في حالة من الترقب الشديد طبعا، عشمنا زاد وطبعا توقعاتنا عاليه بعد الهدف الأول في أول 4 دقائق من الماتش. الهدوء ده مزعج للأعصاب جدا ومخلينا مترقبين هدف كمان وطمعانين في هدف كمان، بالتأكيد في محاولات دفاعية شديدة من السنغال وهجومية أيضا شديدة من السنغال. كريم بيبرز زميلنا العزيز يشرح لنا تفاصيل أكتر وتفاعل الجمهور لحد دلوقتي مع الماتش عامل إزاي. مساء الخير عليك يا كريم وشكرا لعودتك لينا مرة تانية. مساء الخير عليكي مره تانية يا دينا، ومساء الخير على جميع مشاهدينا. دلوقتي فعلا الجمهور زي ما قلتي هو في حاله ترقب، في حاله قلق، الاعصاب كلها مشدوده. يمكن احنا الشوط الاول في اول 4 دقائق جبنا الهدف عن طريق محمد صلاح وهدف برده معاكس، يعني في مازال برده هم حاسين فريق السنغال ان هو قادر يمسك كوره. الشوط الثاني فريق السنغالي فعلا نازل ضاغط بشكل كبير جدا، هو فريق كبير اللعيبه اللي فيه كلها محترفين، مش عايزين نقلل من الخصم. يمكن ده كمان رأي الجمهور هنا انه الخصم ده كبير جدا وما كانش متوقع، يعني توقعات كانت متباينه 50% و50%، لكن الاماني والطموحات والتفاؤل بوجود الجماهير في الشارع، وجود الجماهير في الاستاد، ده اللي كان بيدي دفعه امل كبيره جدا، دفعه تفاؤل كبيره جدا. لكن الضغط كبير جدا، احنا متأملين والجمهور هنا كمان متأمل من المنتخب المصري ان هو يصمد الشوط الثاني على قدر الامكان، وان هو كمان آملين فيه او طمعانين يمكن اكتر زي ما قلت يا دينا في هدف تاني عشان يطمن القلوب ويثبت الأقدام أكتر للوصول لنهائي أو عفوا لكأس العالم 2022 في قطر. الحقيقة أنه كمان الجماهير يمكن الدنيا برد في حقيقة، لكن يمكن مش برد جدا زي ما كنا متوقعين، ما زادتش درجة البرودة بالتوقع اللي احنا كنا متخيلين. لكن الشباب الصغيرين اللي خلصوا تمارينهم هنا في النادي كان الطبيعي من البرد بيروحوا بيوتهم، لكن كله قاعد ومنتظر. هي فعلا برد، بس احنا كنا متخيلين برد يبقى اكتر من كده كمان الحقيقه، يعني المؤشرات والارصاد كمان كانت بتقول انه هيبقى اكتر من كده، لكن الحمد لله استقر نوعا ما. لكن الحقيقه حتى في عز البرد ده الاطفال والشباب اللي خلصوا تمارينهم قرروا ان هم يقعدوا الحقيقه ويتفرجوا كمان على المباراه، واملين ان شاء الله في هدف تاني. في طموحات كبيره جدا على محمد صلاح وحاطين الامال كبيره على محمد صلاح. تريزيجيه عمل ماتش كويس، كانوا متوقعين منه شغل اكتر كمان. يمكن كمان القلق شويه من الضغط السنغالي على المنتخب المصري، ده اللي احنا شايفينه على وشوش الناس وده اللي شايفينه كمان في الجماهير هنا. بصراحه كده كريم من مشاركتك الشعبيه دي النهارده على في ارض الواقع، مين اكتر لاعب خد انتقادات من الجمهور دلوقتي؟ في حقيقة الأمر يمكن احنا قلنا انه كيروش دايما عنده فكرة المفاجآت، دايما بيفاجئنا بتشكيلاته الغريبة، دايما بيفاجئنا الحقيقة يعني تشكيلات بيبتدي بيها، تغييرات مختلفة. لكن في الحقيقة انه أكتر حد كان عليه انتقاد يمكن جبهة عمر جابر، الناس شايفة انه بالفعل في هجوم كبير جدا من ناحيه عمر جابر، الجانب بتاعه مفتوح كبير جدا للجانب السنغالي. وانا بكلمك دلوقتي الحقيقه دينا واضح كمان انه كان في هجمه خطيره جدا يعني موجوده من المنتخب المصري، دي من الهجمات اللي كانت قليله على مدار الشوط الثاني، ما عملناش اكتر من 4 أو 5 هجمات، لكن واضح ان هي كانت هجمه خطيره جدا جدا من المنتخب. في تفاعل كبير حصل من الجمهور ورايا ويمكن الجمهور اللي ورا الكاميرا كمان تفاعلوا بشكل كبير، فكان عنده امل يعني ادى دفعه امل كده انه وارد كان هيجي خلاص الهدف الثاني. ولكن زي ما قلتي هو الجبهه يمكن اليمنى عندنا اللي بيتقدم محمد صلاح، لكن خلفيتها عمر جابر هي اللي عليها انتقادات كبيره الحقيقه، انه قادرين يعدوا بشكل كبير جدا ويوصلوا للمرمى عندنا. لكن عندنا طبعا الشناوي قادر ان هو يحمي عرين المنتخب المصري، لكن زي ما شايف برضو واضح انه الهجمه لسه مستمره، واضح انه يعني خلاص انتهت، ولكن واضح ان هي كانت هجمه خطيره جدا للمنتخب المصري. انا كان نفسي نفضل معاك بس لحد ما يجي الجون، لكن يعني ملناش نصيب المره دي. شكرا كريم، شكرا جزيلا للمشاركه والمتابعه وطول الوقت المشاركه من مدرجات الجماهير امتع بكتير جدا من اي متابعه للماتش، عشان كده الكوره تحب اللمه. فكل التحيه لزملائنا ومراسلينا اللي كانوا معانا النهارده، كريم بيبرس من مصر الجديده والزميل محمود جميل كان موجود كمان معانا النهارده
متابعة الفعاليات، تفاعل الناس من المركز الأولمبي في المعادي. وإحنا معاكم بنكمل ونسيبكم بقى في الدقائق الأخيرة من الماتش، نتمنى كل التوفيق حتى وإن انتهى الماتش بهذه النتيجة 1-0. إحنا كسرنا الحاجز ويبقى مباراة يوم الثلاث إن شاء الله تكون حاسمة، لكن نتوقع إن شاء الله كل التوفيق لمصر. أجمل ما في الكرة هي النتائج، وهي كرة نتائجها سريعة، فإحنا بننتظر نتائج حقيقية، ونتمنى يا رب أن كل الآلاف اللي موجودة النهاردة بتتابع في البرد كده زي ما كريم كان بيقول تحتفل وتتدفى كده بالفرحة، ويبقى حاجة مشجعة لينا كلنا. كل التوفيق للفريق المصري، وبشكركم. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، أشوفكم على كل خير.